ذبابة بتصطدم بنافذة مغلقة، شايفة الحرية بره وعايزة توصلها، ترجع فتصطدم بالنافذة، ترجع فتصطدم بالنافذة، لحد ما ماتت الذبابة من الإرهاق، مع إنه كان في باب بالقرب من النافذة. لو بشوية مرونة الذبابة كانت ممكن تطلع للحرية من الباب. السر في إيه؟ السر في المرونة. فالأشخاص أو الأجزاء في أي نظام الأكثر مرونة هي الأكثر تحكما في هذا النظام. ده قانون من قوانين الديناميكية اسمه Law of Requisite Variety، قانون التنوع الضروري. في ناس زي الذبابة بيكرروا نفس الأنماط السلوكية التي لم تصل إلى النجاح، بيكرروا نفس الكلمات، نفس الأفعال اللي ما وصلتهمش للنتائج المطلوبة. الحل هو المرونة للتغيير، التأقلم مع التغيير بمرونة. النمط السلوكي الفعل ده لم ينجح، نشوف إيه المشكلة، نعدل فيه، ممكن نغيره بالكامل، بس يكون عندنا مرونة للتغيير. دايما لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. منتظركم بشغف في حلقات جديدة.